بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول في هذا المقطع uh, robot activities وبنقول the type of activities that robots are involved with in industry can be considered under under four categories uh, which cover a range uh, from relatively simple applications to those require high accuracy and uh, control and عندي four activities

آه الكاتيجوري الأولانية أولاً خد بالك عشان تقدر تميز ما بين نو جريبنج no ما عندوش ما عنده الجريبنج اللي هو إيه الماسك اللي هو عايز أمسك بارت وأنقله من مكان إلى آخر آه وبعدين بيقول لي لو أكيوريسي يعني بنقول إن معنى كده إن المسافة من الممكن إنها تقل ما بيني وما بين الأوبجكت اللي أنا آه بعمل عليه عملية التشغيل أو تبعد فده الكاتيجوري الأولانية بيقول لي ده آه يعني نلاقيه فين؟ قال لي في البينت سبراينج is example of this type of a process where the robot may be required to maintain a distance of say 20 uh, centimeter uh, from a surface but it's not critical uh, of the path very uh, فارس ب 2 سنتيمتر يعني انا بقول ان انا بعمل البينت سبرينج فزي مثلا نقول ايه ان احنا بنعمل بينت للسياره فبقول ان انا لو المسافه دي المسافه 20 سنتيمتر لو قل المسافه دي ده اللي بنقول عليه اللو اكيورسي كيرف لو المسافه دي بقت 18 اوكي بقت 22 اوكي ده شغال فلذلك وما عنديش ايه جريبنج سيستم ده الكاتيجوري ايه هنشوف بي وسي

Uh, machines and heat treatment Operations بيقول لي ان انا عندي في هذا النوع Low Precision جريبنج uh, Operations يعني عندي العمليات اللي بتحتاج ان يكون بدأنا يبقى عندي ايه uh, جريبر بس الجريبر اللي انا محتاجه ما فيهوش الدقة العالية بمعنى ان انا بقول ان انا لو هشتغل في الداي كاستنج او injection مولدنج عملت البارت فنقلت البارت مثلا على كونفير ديز ماتر بقى ان انا نزل على الكونفير ما بقولش انه ينزل على الكونفير في البوزيشن اللي هو يبعد 1.8 1.008 ملم مش عارف من الايدج بتاع لا 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 هو انا المفروض ان انا ايه نقلته على فهنا لو بريسيشن غيربار بيبقى مطلوب. تعالا لك كاتوجريسين. هنا بدأنا بقولي بروسيسز. involving more precise handling operations initiating. Interstage tooling and special gripping facilities for each different operation. طيب يبقى هنا بدأنا نقول إيه بقى عندي handling operation أحتاجة ال precision يكون إيه precise. فهيعمل إيه في هذه الحالة؟ قال لي عندي example إيه؟ زي إيه اللي هيعمله transfer between stations from hot and cold forging operations. هنا أنا بقول لك إيه؟ عايز اتنقل من الـ 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 hot للـ cold فمطلوب مني ان انا لما انقل الورك بيس او البرودكت بتاعي من الهوت للكولد ان النقطه هنا بقى فيري ان انا لان انا هنزل بالبريس اللي انا هشتغل بيه فلابد ان المكان اللي هتتنقل فيه الشغلانه من الانترستيج اللي بيحصل بقى من هنا المحطه لمحطه يكون في المكان بالجزء من المليمتر فلذلك هنا بنحتاج ايه اللي هو ايه الـ Very Precise او More Precise ini, uh, Gripper. اخر نوع نتكلم عليه اللي هو رقم اربعه او دي اللي هو ايه الـ, إيه الـ Assembly Operations and Processes Requiring a Similar Degree of Handling and Positioning Accuracy with Versatility of Manipulate and Gripping. أه بيقول لي النوع ده يبقى انا بعمل ايه؟ عايز الروبوت بيشتغل في اسمبلي زي مثلا لما بنشوف الروبوت شغال في مصانع السيارات والكلام ده او بيشتغل في مصانع الطائرات فحتى انا جايب اكزامبل دي بيقول لي ايه؟ تيبيكال بروسيس از روبوتيك تاكنج ديفايس دي روبوتيك تاكنج ديفايس زي ما هنشوف إيه الفيديو اللي موجود معانا أه بيقول لي دي الخليه اللي موجوده قدامي دي خليه كانت خليه روبوتيه بتصنع دي الاي سكشن ده اللي هو موجود في الجناح بتاع الطياره فبيقول لي هنا هو بيعمل ايه عايز يصنع جناح طياره من الكربون فايبرز فبيكون هنا دي كانت الرولرز دي بتمد تعمل تغذيه للماتيريال وبعدين بيجمع بالروبوت يبقى هنا عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل عمليه الاسمبلي وعايز الاكيورسي بتاعتها تكون عاليه جدا فلازم يكرر نفس العمليه دي عند نفس البوينتس اللي هو شغال عليها عشان يعمل عمليه جونت للبلايز آه توجذر ده اللي هو ايه؟ النوع إيه اللي هو الدي او النوع الرقم أربعة آه بكده نكون وصلنا لنهايه هذا المقطع آه نراكم ان شاء الله في مقاطع اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.